بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي مشاهدي فضائيه العراق التربويه في ربوع عراقنا الغاليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عدنا اليكم مره اخرى ودرس جديد من دروس الرياضيات للصف الرابع العلمي وسنكون معكم هذا اليوم وحل المتباينات. ما هي المتباينه؟ وما الفرق بين المتباينه والمعادله؟ لنشاهد ذلك معا. اذا اعزائي المتباينه التي تحوي على متغير اكس والتي تكتب بهذه الصوره طبعا الفرق بين المتباينه والمعادله المعادله تحمل علامه المساواه المتباينه تحمل احدى العلامات الاربعه اكبر اصغر اكبر من او يساوي اصغر من او يساوي اذن هذه تسمى متباينه إذا سوف نأخذ إحدى هذه العلامات g of x أصغر من أف of x حيث أن كل من أف of x و g of x جملتان مفتوحتان وتسمى هذه بالمتباينة inequality طبعا هنا للمتغير إكس الجملة المفتوحة فيها متغير وهذه الجملة المفتوحة عند تعويض عن قيمة هذا المتغير بعدد سوف تتحول إلى عبارة ربما تكون صائبة وربما تكون خاطئة وهذه هذا المتغير أعزائي عند تعويض العدد أو مجموعة الأعداد فيه وتصبح عبارة صائبة تسمى مجموعة حل هذه المتباينة وكما تعلم في دراستك السابقة اذا كانت مجموعه القيم التي اعطيت الى المتغير اكس في هذه المتباينه وجعلها عباره صائبه نقول اننا اوجدنا مجموعه حل هذه المتباينه متى تسمى المتباينات بالمتباينات المتكافئه اذا كانت لها مجموعه الحل نفسها حالها حال المعادلات المتكافئه ايضا اذا كانت لها مجموعه الحل نفسها هذا الامر الاول. اذا نقول عن المتباينه اف of اكس اصغر من جي اوف اكس متباينه مكافئه الى متباينه اخرى اذا كان لها مجموعه الحل نفسها اذا هذه المعلومه الاولى التي يجب اتقانها. اذا شلون يجيك السؤال بالامتحان؟ يقول لك جد مجموعه حل المتباينه. كيف يتم قراءه هذه المتباينه؟ 3x زائد 1 اصغر من x زائد 5 اذا كانت مجموعه التعويض هي ار. ما هي الـ R؟ مجموعه الاعداد الحقيقيه الريال numbers، كما تعلمون ان هناك مجاميع متعدده من الاعداد، مجموعه الاعداد الطبيعيه الكليه الصحيحه النسبيه الحقيقيه مجموعه التعويض مهمه جدا في كل متباينه شنو اهميتها نستخرج مجموعه الحل مجموعه الحل او قيم اكس التي تحقق المتباينه سوف لا اسميها مجموعه حل حاليا قيم اكس التي تحقق المتباينه اذا كانت تنتمي الى مجموعه التعويض تدرج ضمن مجموعه الحل وإذا كانت لا تنتمي إلى مجموعة التعويض على الرغم من أنها تحقق هذه المتباينة ولكن تستبعد من مجموعة الحل وكل المتباينات التي سنتحدث عنها هذا اليوم وفي الدروس القادمة إن شاء الله ستكون مجموعة التعويض لها هي مجموعة الأعداد الحقيقية اللي هي تسمى بالآر وإذا أراد أمثل المتباينة على خط الأعداد الحقيقية يعني أما يقول لي مثل أو يقول لي وضح بيانيًا إذًا سنشاهد حل هذه المتباينة أعزائي إذًا أولًا 3X زائد 1 أصغر من X زائد 5 عادة في المتباينات أعزائي نحاول أن نجعل المتغيرات في أحد الطرفين والثوابت في الطرف الاخر. عند تحويل اي حد جبري من طرف الى طرف في المتباينه يتم اضافه النظير الجمعي لذلك الحد الى الطرفين. اذا اذا ردت اتفق وياكم الان بجعل المتغيرات بالطرف الايسر وجعل الثوابت بالطرف الايمن هنا يجب ان اتخلص من الاكس في الطرف الايمن عن طريق اضافه سالب اكس الى طرفي المتباينه اللي هو النظير الجمعي ومن ثم سوف اتخلص من العدد واحد في الطرف الايسر عن طريق اضافه نظيره الجمعي اللي هو سالب واحد الى طرفي المتباينه اذا سوف نبدا الان باضافه النظير الجمعي الى الاكس اللي هو سالب اكس الى الطرفين. ايش راح يصير عندي هنا؟ اكس ناقص اكس هذا صفر اذا راح تبقى عندي فقط موجب خمسة وثلاثة 3 اكس ناقص اكس راح يكون عندي 2 اكس اذا المرحله الاولى تم انجازها المرحله الثانيه يجب تحويل العدد واحد الى الطرف الاخر كيف يتم باضافه النظير الجمعي للواحد الى الطرفين اللي هو سالب واحد واحد ناقص واحد صفر وخمسة ناقص واحد راح تكون أربعة إذا صفة عندي المتباينة اثنين أكس أصغر من أربعة كيف يتم جعل المتباينة بدلالة أكس فقط إذا وجد لهذا الأكس معامل أما نضرب طرفي المتباينة في مقلوب هذا المعامل أو نقسم طرفي المتباينة على هذا المعامل مع التأكيد على أمر مهم جدا جدا. في حالة ضرب طرفي المتباينه أو قسمة طرفي المتباينه بعدد موجب، فإن الأكبر تبقى أكبر والأصغر تبقى أصغر. وعند ضربها أو قسمتها بعدد سالب، فإن الأكبر تتحول إلى أصغر والأصغر تتحول إلى أكبر. مع الحفاظ على المساواة إن وجدت في المتباينه. إذا نقسم طرفي المتباينه على اثنين أو نضرب في نص، إذا هذا راح يكون عندي على اثنين، هذا راح يكون عندي على اثنين، إذا معناها ستكون المتباينه أو مجموعة حل المتباينه هو x حيث x تنتمي إلى r، و x أصغر من اثنين، إذا راد مني بالسؤال جد مجموعة حل هذه المتباينة. زين. بعدش يريد من عندي يقول لي ثم مثّل مجموعة الحل على خط الأعداد. إذن أثبت العدد اثنين. أثبت العدد اثنين على المتباينة. إذا كان يحمل أصغر أو يساوي إذا فيها مساوات إذا هذه الدائرة ستكون ممتلئة. إذا هذا الامتلاء نعبر عنه وجود المساواة يعني الثنين موجودة أما إذا كان المساواة ما موجودة إذا سوف أرسم دائرة فارغة يعني معناها الثنين لا ينتمي إلى هذه المتباينة علامة الأكبر يعني معناها اتجاه اليمين أما علامة الأصغر فمعناها اتجاه اليسار إذا من ده يقول لي أكس أصغر من اثنين إذا معناها سيكون باتجاه اليسار مثلنا هذه المتباينة أو مجموعة حل المتباينة على خط الأعداد إذا هذا السؤال الأول أعزائي وإذا ربطنا متباينتين بإحدى أدوات الربط و وربما تكون أو الو في المتباينات تعني عمليه تقاطع، اذا انجز مجموعه حل المتباينه الاولى ومجموعه حل المتباينه الثانيه ومن ثم اقاطع مجموعتي الحل اذا وردت اداه الربط و. اما اذا وردت اداه الربط او فانها تعني اتحاد مجموعه حل المتباينه الاولى مع مجموعة حل المتباينه الثانيه كما موجود امامكم الان، هسه راح تقول لي شلون السؤال اذا كانت مجموعه التعويض هي ار جد مجموعه حل النظام، اذا من قال لي النظام يعني عندي هنا متباينتين بينهما اداه ربط وهنا اداه الربط و اذا ايش راح اسوي؟ أنجز مجموعة حل المتباينة الأولى وأنجز مجموعة حل المتباينة الثانية فتكون مجموعة حل النظام هو مجموعة حل المتباينة الأولى تقاطع مجموعة حل المتباينة الثانية المتباينة الأولى أعزائي أجزاء زائد 3 أصغر عفوا من ستة نتخلص من الثلاثة عن طريق إضافة نظيرها الجمعي إلى الطرفين إذا ايش راح يصير عندي هسه؟ صار عندي اثنين اكس أصغر من ثلاثة ليش؟ ثلاثة ناقص ثلاثة صفر ستة ناقص ثلاثة ثلاثة شلون أتخلص من الثنين عن طريق ضرب المتباينة طرفي المتباينة في مقلوب معامل اكس إذا هنا واحد على اثنين أو قسم الطرفين معادلة أو المتباينة عفوا على اثنين إذا صار عندي X أصغر من ثلاثة على اثنين إذا مجموعة حل المتباينة الأولى هو X حيث أن X أصغر من ثلاثة على اثنين المتباينة الثانية بنفس الترتيب خمسة X زائد دعش أصغر من واحد شلون أتخلص من الدعش؟ رح أضيف النظير الجمعي للدعش للطرفين اللي هو سالب دعش إذا 11 ناقص 11 صفر راح تبقى عندي فقط 5 إكس 1 ناقص 11 راح يكون عندي سالب 10 إذا 5 إكس أصغر من السالب 10 شلون أتخلص من العدد 5 معامل إكس أما نضرب طرفي المتباينة في 1 على 5 أو نقسم طرفي المتباينة على 5 إذا راح يصير 5 إكس على 5 راح يكون فقط اكس سالب عشرة على خمسة اللي هو سالب 2 اذا معناها مجموعه حل المتباينه الثانيه اكس حيث ان اكس اصغر من سالب 2 اذا انتهى السؤال لا ما انتهى عندي اداه ربط و اذا مجموعه حل النظام هو تقاطع مجموعه حل المتباينه الاولى مع مجموعه حل المتباينه الثانيه إذا كيف يكون تقاطع هذه المتباينتين؟ سيتم توضيح ذلك عن طريق الرسم. لاحظ المتباينه الاولى دا يقول لي اكس اصغر من السالب اثنين ومجموعة حل المتباينه الثانيه اكس اصغر من ثلاثه على اثنين، ده شوف وين الاشتراك؟ الاشتراك راح يكون اكس اصغر من سالب اثنين، إذا هذا يمثل مجموعة حل المتباينه ماذا لو قيل أو إذا كان أو فقط رح يكون اتحاد المتباينة الأولى مع مجموعة حل المتباينة الثانية بهذا القدر ينتهي درسنا لهذا اليوم انتظرونا في متباينات أخرى في الدرس القادم إلى ذلك الحين نستودعكم بأمان الله وحفظه